اعتداء جنسي من بعد اسبوع مش درت بلان، من بعد انا اللي استوعبت الموضوع مش درت بلان، غادي نخزنها. هو شوف اللي بغى يتضامن مع شي واحد عنده الحق انه يتضامن معاه، انا ما تنقولش الناس تضامنوا معايا، حتى انا عندي متضامنين ديالي، والراي العام له الاختيار، يعني له الحق في اختيار الجهه اللي بغى يدافع عليها. انا هاد الجهات ما عرفتهمش شكون هما بصراحه واشنو كيقصدوا واشنو باغيين. انا كنعاود نقول لهم هاد الجهات الا كنتو كتقصدوا شي جهه معينه قصدوها نيشان، قصدوها نيشان يعني والعداو العداو. انا اليوم خرجت امامكم زميلاتي وزملائي لانه كلكم تواصلتوا معايا باش تواصلوا معايا بخصوص القضيه، ولكن اليوم خرجت باش انني نعبر على كل ما احس به وكل معاناه اللي عانيت منها كسيده مغربيه وكانسانه تعرضت للعنف واعتداء جنسي. اليوم انا جيت باش نقول لكاع السيدات خاصكم تدافعوا على ريوسكم، خاصكم تدافعوا على كرامتكم، لا للخجل، من حقكم انكم تدافعوا على ريوسكم، لانه لما دافعتوا على ريوسكم ما كاينش اللي غيدافع عليكم.